عشان كده اسمحوا لنا نستقبل محاضراتكم الكاتب والباحث السياسي السوري الاستاذ احمد شيخو. اهلا وسهلا يا فندم منورنا. والكاتب والباحث والمحلل السياسي الدكتور طه علي احمد، اهلا بيك نورتنا يا دكتور. اهلا بيك، اهلا بحضراتكم، نورتنا. اولا استاذ احمد طبعا يعني عزائنا وتضامننا ودعواتنا لاهل سوريا وسوريا ان تتجاوز هذا الموقف كما تجاوزت ما قبله، لكنه حضرتك يعني عشت وقت طويل في حلب، وبالتالي انت ادرى بطبيعه اهلها وبشعبها زي ما بيقولوا. من واقع رؤيتك ايه اللي حدث في حلب؟ يعني طبعا في بدايه تحيي حضرتك ولمشاهدي قناه المحور. طبعا ما حصل يوم 27 الى اليوم يعني بكل معنى الكلمه هي كارثه على الشعب السوري، على الدوله السوريه، لها تداعيات طبعا على الامن القومي بشكل عام، على امن المنطقه، على استقرار المنطقه. طبعا من الضروري ان نعرف يعني ماذا حصل بالضبط. مجموعات التي تسمى هيئه تحرير الشام اللي هي بالاصل مجموعات النصره او القاعده، طبعا هذه مجموعات هي موجوده في محافظه ادلب شمال غرب سوريا. خلال الازمه السوريه 13 عام هذه المجموعات يعني تجمعت في هذه المنطقه نتيجه اتفاقات طبعا دوليه، وكان هناك يعني بعام 19 و17 ايضا اتفاقات بين القوى الاقليميه والدوليه في سوريا. طبعا محافظه حلب تم تحريرها طبعا من المجاميع المسلحه والمجموعات الارهابيه. وظل الوضع يعني في السنوات الاخيره هادئا نوعا ما، لكن بعد يعني احداث حرب غزه وحرب لبنان، ومباشرة بعد يوم واحد من وقف النار في لبنان بدأت هذه المجموعات بالتحرك. طبعا في يوم 27-28 حصل هناك مناوشات في غرب حلب. القوات السورية كانت موجودة هناك، هي كانت نقاط أو مخافر للحراسة ولم تكن قوات قتالية يعني. طبعا هذه المجموعات ازاي بس احنا شفنا مخازن كاملة دبابات وسلاح مفتوحة وسيطرة على مدرعات كبيرة يعني كثيرة. طبعا يعني حوالي حلب كان في تواجد حوالي حلب يعني في مطارات في قواعد عسكرية، لكن اقصد على الجبهة اللي كان بين ادلب وحلب. طبعا عندما تقدمت هذه المجموعات تم يعني كسر خط الاول، لكن من المهم او الملاحظ يعني كميه الاسلحه التي امتلكتها هذه المجموعات والطيران المسير وحتى انظمه التشويش اللي كان معها. يعني المجموعات الموجوده في الصوره بالضبط، انا احنا شفنا ناس بت 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 يعني بتطلق مسيرات من جبهة النصرة وتحرير الشام، يعني ده وكمان الملابس النظامية للسيارات المدهونة الجديدة، يعني عربات جديدة يعني شكلها جديد يعني حتى لم يأتي عليها الغراب أو التراب. يعني لا شك يعني مؤشرات تدل أن كان هناك تخطيط مسبق وتحضير طبعا وتجهيز لهذه القوات بكل أنواع الأسلحة، بالطيران المسور، بالأسلحة الثقيلة. يعني الأسلحة تم استخدامها في هذه المعركة يعني لم نشاهدها في أحيان كثيرة في الصراع السوري يعني. فهذا يدل أنه يعني بالفعل كان في تخطيط في قوى دولية وأقليمية نعتقد أنها تقف وراء هذا الهجوم. طبعا المجموعات اللي موجودة والتي هاجمت على مدينة حلب بشكل عام يعني لها أسماء و يعني تشكيلات مختلفة، لكن القوى الرئيسية فيها كما ذكرت هي هيئة تحرير الشام أو جبهة النصرة ومجموعات أخرى تسمى بما يسمى الجيش الوطني السوري يعني. طبعا هذه المجموعات بعد الدخول لو شفنا الخريطة برضو لو أستاذ تامر ممكن يجيبها لنا وراء يعني لو ممكن نشوفها هنا بس عشان الضيوف يقدروا يشوفوها. احنا عايزين برضو نعرف منك يعني احنا ميدانيا وصل الامر لفين؟ هل بالفعل دخلوا تخوم حمان؟ يعني المجموعات المتشدده او مجموعات التكفيريه يعني هي بعد سيطرتها على مدينه حلب يعني اتجهت جنوبا الى مدينه طبعا خان شيخون، مدينه السراقب، باتجاه شمال حما، وايضا باتجاه يعني شرق حلب الى مدينه اسريه، مدينه خناصر، وايضا يعني انتشروا في شرق حلب الى حدود مدينه حافر. طبعا الاحياء الحاليه المختلفه، الساحه الرئيسيه في مدينه حلب ساحه سعد الله الجابري، يعني مبنى الجامعه، مبنى المحافظه، مبنى البلديه،
يعني كل هذه الأماكن حتى قلعة حلب. طبعا القوات السورية والقوات الفضائية الروسية يعني منذ يوم الأول إلى الآن هي يعني تقوم بعمليات القصف لهذه المجاميع ولخطوط الإمداد لهذه المجاميع، لكن يعني تم صد هذه المجاميع نوعا ما في شمال حما، وتثبيت طبعا يعني أو إيقاف تقدمهم إلى أو تمددهم إلى محافظة حما، لكن هما يعني تمددوا شرقا وغربا بحيث أن محافظة أدلب يعني بمدينتها وريفة هي كاملة واقعة تحت سيطرة المجاميع دي. محافظة حلب يعني المدينة تقريبا بشبه كامل سوى حيين، يعني حيين يتواجد فيهما وحدات حماية الشعب. طبعا هذا التمدد يعني أعطى دفعة معنوية لكل المجاميع التي يعني تشابه جبهة النصرة في الأهداف وفي المعتقد، وهذا أيضا يعني شكل خطورة على مجمل يعني وحدة الأراضي السورية، على وزي ما ذكرت حضرتك يعني كمية الأسلحة اللي استولى عليها هذه المجاميع أيضا يعني أسلحة خطيرة، وهذا أيضا يعني يعني حتى الآن مجال غموض وشك كيف أن يعني الدفاعات يعني انهارت بهذه الدرجة بالضبط، ويعني عملية الانسحاب أو لماذا انسحب الجيش بالسرعة دي أو بدون مقاومة حتى في بعض الأماكن.